خليني أقول لك بالنسبة لصانعين الأفلام القائمين على هذه العملية، اليوم نحن نشوف بعد 13 عام من الثمار اللي قطفوها السينمائيين بأجيال مختلفة، سواء اللي كانوا طلاب واليوم أصبحوا مخرجين محترفين، الدارسين في دول أو في أقطار أخرى، العاملين في الدولة من الداخل، سواء صانعين أفلام وغيرها من المهن اللي جالسة تثري صناعة الأفلام الإماراتية. بلا أدنى شك هناك تأثر بموجات مختلفة، بأفكار مختلفة. بنية في العام 2004 جسر ثقافي، اليوم لابد أن هناك مؤثرات جيدة راح تأثر في طبيعة المنتجات السينمائية اللي راح نقدمها للمشاهدين، وأيضا راح تقدم أفكار مختلفة تتبلور وتروح للجوهر أكثر، وتكون أكثر صراحة في تقديمها لنفسها أمام المشاهد. وفي هذه الغيمة السينمائية أعتقد أن هذا الأفق الرحب ممكن أن يتحمل انفتاح أكبر على أفكار أكثر وطرح أجر. إن شاء الله أسعى أني أنا أطور النص السينمائي الطويل القادم بعنوان شيرينا، واللي أتمنى إن شاء الله أنه يلقى الدعم المناسب اللي يبحث عنه ويجد طريقة إلى أن يقدم بطريقة اللي كتبت فيه. وأتمنى إن شاء الله بعد للمشاريع الأخرى للأخوة والزملاء اللي صانعي الأفلام في منطقة الخليج، في الإمارات، في الوطن العربي، في العالم، وللسينما المستقلة اللي تجاهد أنها تقدم نفسها بطريقة بعيد عن سكاكين الإنتاج وشروط الإنتاجية.